موجز لأهم الأنباء يأتيكم من أونلايف، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر وتنزانيا تنظران نحو المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن حجم التعاون بين البلدين كان مثمرا خاصة في مجالات البنية التحتية والزراعة. وأكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التنزاني جون ماجوفولي عقب مباحثاتهما في العاصمة التنزانية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للتيسير وتشجيع زيادة التبادل التجاري والمشروعات المشتركة في القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والصناعات الدوائية والطاقة والثروة المعدنية. كانت مراسم استقبال رسمية أجريت للرئيس السيسي لدى وصوله مطار جوليوس نيريري بدار السلام في وقت سابق اليوم. وتأتي زيارة السيسي لتنزانيا في مستهل جولة إفريقية تشمل أيضا رواندا والجابون وتشاد. وفي ذات الإطار أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن السوق الإفريقية تمثل واحدة من أهم أولويات استراتيجية تعزيز الصادرات المصرية. وقال الوزير إن زيارة الرئيس السيسي لكل من تنزانيا ورواندا وتشاد والجابون تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة. ولفت قابيل إلى أن حجم التجارة بين مصر والدول الأربع التي تشملها جولة الرئيس بلغت خلال العام الماضي نحو 73 مليون دولار، منها 69 مليون دولار صادرات مصرية، فيما بلغت قيمة الواردات نحو 4 ملايين دولار. أعلنت إيطاليا اليوم أنها ستعيد سفيرها إلى القاهرة. جاء ذلك الإعلان من جانب وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو. يأتي القرار الإيطالي بعد أكثر من عام على استدعاء روما لسفيرها من القاهرة. أعلنت وزارة الداخلية مصرع إرهابيين اثنين من حركة حسم الإرهابية في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بدائرة مركز الخنكة بالقليوبية. وأضافت الوزارة في بيان أن الإرهابيين متورطان في حادث استشهاد ضابط بالأمن الوطنية، مشيرة إلى أنه تم العثور بحوزة الإرهابيين على أسلحة وكمية من الذخائر. عقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو اجتماعا مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الذي وصل موسكو في زيارة رسمية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن حفتر وشايغو ناقشا أثناء الاجتماع تطورات الأوضاع في شمال إفريقيا مع التركيز على المشهد الليبي. وأكد البيان أن وزير الدفاع الروسي وقائد الجيش الوطني الليبي شددا على أهمية الحوار بين الطرفين واتفق على مواصلة الاتصالات الثنائية.